في ذلك الكرة تبعد موفقة عن طريق رشيد، عادت سداوية وتعود من جديد، فيها تتهيأ تنحط، يا يا جول جول جول، حاول يرفض استسلام والرد يأتي في دقيقة. يا لها من مباراة تعيدنا إلى عصر الكلاسيكو. شوف الكورة اللي وضعت في البداية علي أسد، وشوف الكورة اللي تضرب وتنزل، تضرب وتنزل وتلاقي راس حمرون. الكورة في الشباك، الزعيم واحد، الهود اثنين. مباراة 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 تعيدنا إلى عصر الكلاسيكو. مباراة حلوة 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 حلوة، ألم يعني ما تدري إلى ماذا سيؤول، والوضع فيه استخدام لكل الأسلحة. والآن السلاح الفتاك، إنه نذير بالحد بالحد، بيحط كورة عدت جول، الله، جامعة الفنون الكروية الجميلة يا بار. أخيرا في مباراة الأهداف الجميلة، في مباراة القمة الممتعة، الله على نذير بيحول كرة بغداد بلجاح، بيحط كرة، الله على زمانك يا نذير. هجوم الحطة من بغداد، وعلى طول الكرة بتنحط بنفس الذكريات وبنفس الحطات وبنفس الظهور. انت تتكلم عن تشافي هرنانديز بيسجل الآن هدف التعادل. يا لها من مباراة، يا لها من قمة، يا لها من متعة، يا لها من أجواء. يسيطر إلا ويسلطن السلطان علي أسد، بيمر الكرة إلى كيمو، كيمو بيحول المرور، أوهو هو 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 من جديد. هدف المباراة، هدف الجولة، قد يكون هدف الموسم. الله 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 يا كيمو، الله يا عبد الكريم، بين الأقدام هو كوبري، وبعد كذا السد عبر عبر من الكوبري، من كوبري مصطفى، من مخرج 21 أرسل الكرة عبد الكريم حسن إلى الشباك إلى الشباك إلى الشباك. الزعيم عبر من مخرج عبد الكريم حسن إلى الصدارة إلى الصدارة. هكذا تقدم وتقدم، هدف حلو، هدف جميل.